الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وجل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني الطلبة. طبعا سنبدأ في هذا الدرس في مجال جديد بعد مجال العقيدة، وهو مجال الحديث الشريف وعلومه. تمام، الدرس طبعا بعنوان الصحيحان ومكانتهما، سوف نعرف ماذا نعني بالصحيحين. طبعا شباب، مجال الحديث يعني في الغالب نأخذ حديث، تمام، ونشرحه في الغالب، ها، نأخذ حديث معين ونشرحه، أو تكون دروس الحديث، مجال الحديث هي عبارة عن شرح لأئمة المحدثين وكتبهم، مثل الدروس هذه راح تمر معنا. لكن في الغالب احنا نتكلم عن ناخذ حديث ونشرحه، نعرف ماذا يريد منا الرسول عليه السلام من هذا الحديث وكذا، نطلع منه الفوائد، تمام، او مثل ما قلنا نتكلم عن الكتب هذه او عن المؤلفين نفسهم، مثل الامام البخاري والامام مسلم، الامام ابو داود، الامام النسائي، الامام ابن ماجه، الامام الترمذي مثلا، نتكلم عن هؤلاء الائمه الاعلام، وهذا ما سنأخذه في دروس الحديث. سنتكلم عن الصحيحان أو عن الصحيحين، اللي هما كتاب البخاري وكتاب مسلم، الإمام البخاري والإمام مسلم وكتبهما، ثم بعد ذلك إلى أصحاب السنن الأربعة اللي ذكرت أسماءهم قبل قليل. طيب، بداية شباب، ترى الدرس شباب سهل وما في صعوبة، هي مجرد معلومات ترى حفظ فقط. طيب، أول شيء شباب، شنو المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم؟ يعني مصادر التشريع الإسلامي، الناس لما تأخذ تبي تعرف شيء في الإسلام من وين تروح تأخذ هذه المعلومات؟ عندنا أول شيء القرآن الكريم، ثاني شيء السنة النبوية، الأحاديث، أفعال الرسول، أقواله، تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرح القرآن وبينه، الله عز وجل يقول في البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. شنو اللي نزل إلى الناس؟ القرآن. فالله عز وجل أنزل إليك الذكر، شنو هو الذكر؟ اللي هي السنة، تمام؟ طيب، إذن هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن. زين، أول كتاب أو أول واحد نتكلم عنه هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لو دور ببيتك راح تلاقي كتاب البخاري موجود، صدقني ما في بيت في العالم ما في صحيح البخاري. زين، الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، يكنى بأبي عبد الله، تمام، ولد ببخارة، بخارة هذه جزء من أوزبكستان الحين، سنة 194، تمام، ممتاز. طبعا نشأ هذا الإمام نشأة دينية في بيئة دينية وأسرة علمية، أبوه كان عالم وتعلم على تتلمذ على الإمام مالك وعبد الله بن المبارك، يعني كانت بيئته بيئة علمية طيبة. طيب، الإمام البخاري رحمه الله تعالى حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمره وهو صغير، ثم درس الحديث، ها، ومن أشهر أساتذته في علم الحديث الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي المعروف، تمام، بدأ التأليف في سن 18، يعني بدأ يألف لما كان عمره 18 سنة، تمام، رحل في طلب العلم. دائما هؤلاء شباب الأئمة دائما تجد في سيرهم الرحلة، رحل في طلب العلم، راح إلى بغداد، البصرة، الكوفة، مكة، المدينة، الشام، حمص، عسقلان، مصر، شوف ترى مو بالطيارات وعلى البزنس وفيرست كلاس، لا، يبقى مشي على الأقدام، على الإبل، الله يعزكم، على الخيل، على الحمير، يضربون أكباد الإبل عشان يروحون يسمعون حديث واحد بس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الإمام البخاري رحمه الله، يقول ما كتبت في كتاب الجامع الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين استخارة لله سبحانه وتعالى. الحين راح أقول لكم ليش، لأن كان هو كتاب الإمام البخاري هذا يعد أصح كتاب
بعد القرآن الكريم. طيب أشهر مؤلفات الإمام البخاري هو هذا الكتاب اللي هو اسمه الجامع الصحيح. من أشهر مؤلفاته كتاب الجامع الصحيح. طبعا ليش ألفه؟ استجابة لرغبة أستاذي. كان البخاري يسمع من شيخ اسمه إسحاق بن راهوي، فهذا إسحاق بن راهوي رحمه الله إيش قال؟ قال من منكم يعني لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد فيكم يجمع كتاب مختصر في الأحاديث الصحيحة. يقول البخاري فوقع ذلك في قلبي، زين، فأخذ يجمع هذه الأحاديث إلى أن ألف هذا الكتاب. طبعا شباب عشان تكون أنت بالصورة، كتاب البخاري وضع فيه أصح الأحاديث الصحيحة، مو بس صحيحة، أصح الأحاديث. طبعا عشان أنت تفهم، هو ما وضع كل الأحاديث الصحيحة، هو وضع جزء منها، أصح الصحيح وضعها الإمام البخاري في هذا الكتاب. تمام، مو معناته أن ما في حديث، يعني ما في حديث صحيح في غير البخاري، لا لا تفهم الفهم هذا، لكن المقصد أنه هو تقصد أنه يجمع الأحاديث مو بس الصحيحة، أصح الصحيحة، يعني الأسانيد قوية حيل حيل. طيب طبعا جمع فيه 7397 حديث مع المتكرر، لأن أحيانا الحديث تتكرر في الأبواب اللي هو يبوبها، يعني مثلا في الطهارة، في الصلاة، في كذا، أحيانا الحديث ينعاد، لكن مع يعني العدد الكامل مع المكرر 7397، وهو أول كتاب، انتبهوا شباب، أول كتاب صنف في الحديث الصحيح، ترى هذا حيل مهم، أول كتاب ألف في الحديث الصحيح هو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. كم قاعد يألف فيه؟ تحسب سنة ولا سنتين؟ قاعد يألف فيه 16 سنة، تخيل 16 سنة وهو ينتقي هذه الأحاديث. تمام؟ طيب انتبهوا معي شباب في أمر مهم. الإمام البخاري اللي يميز كتابه أنه وضع شروط، زين، خلت هذا الكتاب مقبول، يعني له قبول أكثر، وخلت فيه قوة من الصحة. ليش؟ لأنه اشترط شروط في الحديث. أنا قال لك ما أحط عندي حديث في كتابي إلا يكون فيه شرطين. تمام؟ شنو الشرط الأول؟ المعاصرة. يعني مثلا مثال، أنا أبي أروي عن زيد، زين، لابد يثبت أني أنا عاصرت زيد في نفس العصر، كنا ما يصير أنا بعصر وهو بعصر وأنا أقول حدثني زيد، شلون؟ ما يصير، هذا أمر لازم. الشرط الثاني اللي هو عطاء القوة أكثر، زين، لابد يشترط الإمام البخاري أن أنا التقيت بزيد، اللقية، شرط اللقية، أن أنا مو بس كنت في موجود في نفس العصر، لا، لابد أني أنا التقيت فيه. يعني مثلا أنا كنت عايش لما كان عايش الإمام الشيخ بن باز الله يرحمه، يعني عاصرته في نفس العصر، بس أنا ما شفته، ما التقيت فيه، فأنا إذا رويت عنه هني، إذا روايتي عنه لابد أن تكون بواسطة، عن طريق رجل آخر، يعني أنا ما سمعت منه مباشرة. هو لا، هو يشترط أنك أنت معاصر، ويشترط أن أنت ثبتت لقيتك له، يعني يقولون فلان إيه شاف الرجل هذا، ثبتت. طبعا هذا وين ألاقيه مكتوب؟ هذا في كتب بالأحاديث كتبت كل شيء عن الرواة، حتى كم واحدة متزوج كتبوا كل شيء، كتبوا. ها طبعا أغلبهم كان متزوج 2 أو 3، فالله يعطيهم الصحة والعافية. زين، طيب، فهو لا يرضى خبرا إلا إذا صرح الراوي بسماعه ممن عاصره، أو ثبت لقاؤه لمن يروي عنه. تمام، يعني يكتبون كل شيء عن، مثل ما قلنا في هذه الكتب يكتبون كل شيء عن الرواة هذين. تمام، فهو ما يرضى إلا أن يكون معاصر له، لا، وثبتت فوق هذا اللقاء، اللقية بين فلان اللي يروي وفلان الثاني اللي سمع منه مثلا. تمام، طيب زين، حصلت قصة مع الإمام البخاري. طبعا هو كان مشهور جدا جدا، ولما أراد أن يعني
زار بغداد، فيوم الناس اجتمعوا عليه وأخذوا يختبرونه بالأحاديث، جابوا 100 حديث غيروا أسانيدهم ومتونهم وبدأوا يقولون للإمام البخاري الحديث الأول والحديث الثاني والحديث، كل واحد جو 10 من الرجال كل واحد معه 10 حديث، وكل واحد خربط الأحاديث يعني غير الأسانيد مع المتون زين، وراح والإمام البخاري كل ما يسأل عن حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه 100 حديث. طبعا هو كان حافظ الأحاديث كلها الإمام البخاري رحمه الله. المهم بعد ما خلصوا طبعا الناس قاعد تقول شو العالم هذا اللي شكله ما يعرف شيء وكذا ها. المهم طبعا بعد ما خلصوا فقعد يسترد الأحاديث ويرجع المتون إلى الأسانيد. مو بس كذي، هو يعني مو هذا العجب، العجب انه حفظ كل واحد وشنو الخطأ اللي أخطأه ورجع صححها مرة ثانية. يعني قال الرجل الأول قال الحديث الأول المتن هذا غلط، لازم يحط المتن اللي في الحديث الرابع، والسند الأول في السند الأول المتن العاشر، لين خلص 100 حديث. تخيلوا شباب قوة حفظ هذا الرجل العظيم، سبحان الله العظيم، شيء عظيم ها. طيب هؤلاء الله عز وجل حفظ فيهم الدين. الإمام الثاني اللي متكلم عنه الإمام مسلم. الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، يعني هو تلميذه الإمام البخاري شيخه، هو اسمه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. طبعا ولد في نيسابور أي في إيران الحين سنة 204، يكنى بأبي الحسن. نفس الشيء، نشأ وتربى في أسرة علمية، فقد كان والده من أعلام المحدثين في عصره رحمه الله تعالى. طيب كذلك الإمام مسلم حفظ القرآن في سن مبكرة، وأخذ يتلقى علوم القرآن والسنة. كذلك ارتحل إلى العراق والشام ومصر، والتقى في الكثير من العلماء، ومنهم مثل ما قلنا الإمام البخاري. اشتغل بالتجارة ليوظف ثروته في طلب العلم. تمام، كان هذا الإمام مسلم رحمه الله في غاية الأدب مع الإمام البخاري، حتى كان يقول له دعني أقبل رجليك يا إمام المحدثين وطبيب علم الحديث وعلله. كان يعني يجل حيل ويحب حيل حب عظيم. طيب رحمه الله تعالى. طبعا الإمام البخاري اقتدى، الإمام مسلم اقتدى بالإمام البخاري وألف كتاب أيضا في الصحيح فقط اسمه المسند الصحيح، المسند الصحيح. طيب يقول في كتابه ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. نفس ما قال نفس ما يعني فعل الإمام البخاري، مو بس الصحيح حطه، هو حط أصح الصحيح. تمام، مثل ما فعل الإمام البخاري. طبعا في تشابه كبير بين أحاديث البخاري ومسلم، ولكن في أحاديث يفترق فيها مسلم عن البخاري. طبعا الإمام مسلم شباب للعلم ما اشترط مثل ما اشترط البخاري، قلنا البخاري اشترط المعاصرة واللقاء أو اللقية، الإمام المسلم اكتفى بالشرط الأول اللي هو المعاصرة. تمام، مو معنات هذا أن حديثه ضعيفة، لا، لكن شرطه كان أخف من شرط البخاري رحمه الله تعالى. وعدد أحاديثه 7275 حديث مع المكرر ها. طيب وكذلك ألف هذا الكتاب في 15 سنة، يعني قعد 15 سنة يألف هذا الكتاب. شباب احتمال ترى مثلا بالاختبار أو شيء يقول لكم جدول وتقارن بين الإمام البخاري وبين مسلم، مثلا هذا كم سنة ألف، هذا كم سنة، هذا كم عدد الحديث، هذا كم عدد الحديث مثلا ها؟ احتمال يعني، وتصير وايد هذه في الاختبارات. طيب شباب أجمع أهل العلم على صحة الصحيحين، يقول أهل العلم أجمع أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وكان لهما الفضل في تمهيد الطريق أمام طلاب الحديث ليصلوا إلى الصحيح من الأحاديث دون عناء. يعني اللي يبي الأحاديث صحيحة يلاقيها بسرعة، تمام، دون تعب. زين شنو واجبنا شباب نحو الصحيحين؟ نقتدي بالإمام البخاري ومسلم، نبين منزلة
الصحيحين في حفظ السنة ونشر السنة، أدافع عن الصحيحين في ناس تبدأ تشكك فيهم وكذا، الله المستعان. والتحذير من خطر من يطلق عليهم القرآنيون، يقولك أنا بس أخذ علمي من القرآن، ما يصير. شون تعرف الظهر كم ركعة والعصر كم ركعة؟ شون تعرف الصلاة كم عددها؟ كله بالقرآن. شون تعرف تزكي؟ كله بالحديث، أقصد مو بالقرآن موجود هذا. زين، تقدير أهل العلم ورفع مكانتهم. زين شباب، القيمة من الدرس تقدير العلماء، حب العلماء، تعظيم العلماء. ها، المظهر السلوكي أجتهد وأثابر في طلب العلم، أحترم العلماء، أحفظ الأحاديث، أقرأ كتاب الصحيحين مثلا. كل هذه من المظاهر السلوكية التي يعني نستفيد منها من القيمة. طيب، جزاكم الله خير، يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله في درس مقبل.